نأخذكم الآن إلى فلسطين، وكما قال المتنبي: وطني أحبك لا بديل. أتريد من قولي دليل؟ نحب الوطن العربي كما هو، ونذهب إلى فلسطين ونتابع هذا التقرير. يبدأ شارع المتنبي من نهر دجلة الخير والخصب والحياة وينتهي بشارع الرشيد. هذا الخليفة الأديب محب الشعر وجامع الشعراء، لتجتمع كنوز العراق وأمجاد إرثها التليد في شارع كان محطة لكل مثقف وطالب علم منذ افتتاحه ثلاثينيات القرن الماضي. المتنبي شارع قد يكون مفاجئاً أنه شارع قصير لا يتجاوز طول الكيلومتر الواحد، ولكن شهرته يعني أوسع بكثير وأطول بكثير من عدد أمتاره. هذا الشارع يبدأ من نهر دجلة، وهذا الشارع ينتهي في شارع الرشيد، هذا الشارع العظيم. ولا يذكر الرشيد إلا ويذكر هذا الخليفة لشدة حبه للشعر وللشعراء، حتى أنه تخلد في ذاكرتنا بفضل مجالس الأدب أكثر مما خلدته الحروب والانتصارات. هذا هو شارع المتنبي. فريد شارع المتنبي بأضوائه المزدانة ومكتباته العريقة وأكشاك الثقافة التي تزدحم في فسيفساء من الإصدارات القديمة النادرة والحديثة القيمة بشتى اللغات ومختلف الأذواق الفنية والثقافية. يعني هذا الشارع وكأنه معرض دائم للكتاب. الناس في هذه الأيام تسافر من دولة إلى دولة لكي ترى معرض الكتاب، ولكن لا، في هذا الشارع هنالك معرض للكتاب بشكل دائم. وهواة الكتب يعني يحبون الإصدارات القديمة، وجامعو الكتب يبحثون عن الكتب القديمة، وتتوفر في هذا الشارع مكتبات عريقة. أثرى عمالقة الأدب العراقي شارع المتنبي وعاشوا فيه وعاش فيهم، ليكون في كل زاوية منه قصيدة تسمع للمتنبي وتحكى للجواهر، وأثر للبيات والسياب، وذكرى يحملها الآلاف من الفلسطينيين في وعيهم وتكوينهم للأبد. أنا شخصياً عرفت هذا الشارع في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبقيت أتردد عليه حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي. في هذا الشارع اشتريت روايتين ربما يكون من أهم الروايات اللي قرأتهم في حياتي. الأولى كانت صيادون في شارع ضيق لجبر إبراهيم جبرة، وتروي قصة لاجئ فلسطيني يلجأ إلى العراق ويعيش فيه. ومن ذلك اليوم عرفت أن جبر إبراهيم جبرة فلسطيني وليس عراقي كما يعرفه الكثير من الناس. رغم التفجيرات الإرهابية التي هزت شارع المتنبي عام 2007، إلا أن بغداد أعادت لكل العاشقين للعراق هذه الفسيفساء الضاربة جذورها بالتاريخ بأبهى ما يمكن أن تعود. حييت سفحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك طظمآنا ألوذ به، لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أغادره، على كراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية، نبعا فنبعا فما كانت لترويني.